أعزائي المشاهدين مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حديث الثلاثاء نختتم هذه السنة بحلقة خاصة لتحليل واستعراض أبرز الأحداث الاقتصادية والتطورات التي عرفناها في عام 2023 حيث شهدنا تحولات عديدة وتحديات سياسية غير مسبوقة فبلا شك شكل يعني العقد السابق عقد عدم استقرار مالي واقتصادي على مستوى العالم فقد مر الاقتصاد العالمي بأحداث شديدة السلبية آخرها يعني جائحة فيروس كورونا في نهاية 2019 وبداية 2020 ثم تداعيات سلبية للحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022 ومن العلامات البارزة يعني في العلاقات الاقتصادية الدولية استمرار الصراع يعني الأمريكي الصيني على الرغم من لقاء رئيسي البلدين في نوفمبر 2023. فكيف أثرت هذه التغيرات على الاقتصاد العالمي وما هو الدور الذي أضافته الجغرافيا الاقتصادية في هذا السياق وكيف انعكس ذلك على الساحة المغربية؟ ضيفنا في هذه الحلقة هو السيد عبد العزيز أيتالي رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد شكرا لاستجابة الدعوة سيد عبد العزيز شكرا للدعوة فبداية سيد عبد العزيز ما هو تقييمكم لأداء الاقتصاد العالمي في عام 2023 شكرا على السؤال فالاقتصاد العالمي كما قلتي مر مجموعة من المطبات في في العقد الاخير ولكن الممكن الممكن اللي نقول هو انه كاينين جوج قراءات الوضعيه الاقتصاديه العالميه الوضع الاول هو نقول انه الاقتصاد العالمي بعيد عن عندك الانتعاش اللي كان تعرفه ما قبل ما قبل كورونا والوضعيه ديالو لازالت لازالت هشه وهنا ممكن نشارك معكم بعض المؤشرات اللي يمكن القراءه ديالها من هذه الناحيه ولتتبين هذه الهشاشه اللي تحسن عليها اولا فنسبه النمو العالميه في هذه السنه هذه ستقارب 3% وفي السنه القادمه ستكون اقل من 3% وهذا كمؤشر إذا قرناه بنتائج لحقق الاقتصاد العالمي قبل الجائحة فهو أقل اقل من هذه النسبه يعني احنا بعاد على ذيك النسبه اللي كنا حققناها قبل قبل الجائحه وبعاد على على الديناميكيه الحقيقيه اللي ممكن الاقتصاد العالمي يخلقها عن طريق خلق فرص الشغل او او او, أو, أو تحسين الوضعيه الاجتماعيه للمواطنين وجميع اقطاب العالم يعني الا شفنا هذا المؤشر هذه هذه هي هذه هي الخلاصه اللي نقدروا اللي نقدروا ناخذوا كاين مؤشر اخر ايضا اللي تبين على انه الاقتصاد العالمي بعيد عن عن حاله الانتعاش اللي تحدثنا عليها هو نسبه التضخم بحيث انه نسبه التضخم على على المستوى العالمي لا زالت تقارب نسبه 6% في هذه في هذه السنه وغتنزل في السنه في السنه القادمه الى ما يقارب 5 5% وهذه نسب عاليه مقارنه بالنسب اللي كنا شهدناها في قبل هذا وهذا التضخم او هاد نسبه النمو ديال ديال 3% فهي عامه على مستوى مجموعه من الدول بالفعل هناك اختلافات من دوله لاخرى بين الدول المتقدمه والدول والدول الناميه ولكن يبقى انه اشكاليه التضخم لا زالت مطروحه بالنسبه لهذه الدول اشكاليه التنميه ايضا ما زالت مطروحه بالنسبه بالنسبه لهذه الدول يعني انه الاقتصاد العالمي لا زال في واحد الحالة من من الهشاشه ايضا الواحد المؤشر الذي ايضا صحه الاقتصاد العالمي اللي هو الاستثمارات الخارجيه التي لا زالت بعيده ايضا عن النسب اللي شهدناها قبل قبل كورونا بحيث انه تت, بالكاد بالكاد تتراوح بين 1 و و 2% و, و على ال, على ال, على المستوى العالمي يعني الاقتصاد الاقتصاد العالمي هذه هي الصوره ولكن القراءه الثانيه اللي نقدر نقوله هو انه وهذه القراءه اللي, تن, اللي اجدها نفسي اجدها اكثر اكثر واقعيه واكثر براغماتيكيه هو ان الاقتصاد العالمي في حاله جيدة ماشي جيدة بالطريقة اللي يمكن أن تعالج مجموعة من الإشكاليات الاقتصادية، ولكن إذا وضعناها في السياق الحالي والظروف التي يمر منها السياسة العالمية، وكما قلت الجغرافية الاقتصادية، فنسبة 3% بحد ذاتها مشجعة و الاقتصاد العالمي عن طريق هذه النسبه تيبين واحد واحد الصمود بالنسبه لجميع هذه الصدمات اللي, اللي تعرض عليها في, في النسبه الاخيره فكما قلت كاين الجائحه اللي لازال مجموعه من الدول تكابد للخروج من تأثيرات ديالها الاشكاليه ديال ديال ايضا ديال ايضا التضخم فنسينا انه التضخم في السنه في السنه في السنه الماضيه في بعض الدول المتقدمه بما في ذلك المغرب كان تجاوز 10% يعني انه العوده الى نسبه نسبه التضخم تقارن مع ما شهدناه قبل قبل الجائحه ليس بالطريقه السهله عرفنا انه نسبه التضخم صعب انها تعود بطريقه عاديه وبطريقه سلسه الى النسب الى ما كانوش مجموعه من التدخلات زيد على هذا انه في هذه السنه نسب الفائده ديال مجموعه من الدول الدول المتقدمه او او الناميه رفعوا من هذه النسب الفائده من اجل التحكم في نسب التضخم والنتيجه كانت على انه ارتفاع نسب نسب الفائده على القروض الموجهه للشركات والموجهه للافراد نعطيك مثال فقط بالنسبه للولايات المتحده فنسبه الفائده على القروض السكنيه دازت في ظرف سنه او سنه ونصف من نسبه جوج 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 ونصف في 2.5% الى 7.5% يعني مع هذا الارتفاع المضطرد ديال نسب الفائده الكل كان ينتظر على انه الاقتصاد الامريكي نفس الشيء بالنسبه للاقتصاد الاوروبي انه يدخل في حاله انكماش يعني الكل وكاينين مجموعه من استقصاءات الراي بالنسبه لمجموعه من الخبراء نعطيك مثال ديال بلومبيرغ على انه 100% من الاقتصاديين في هذه المؤسسه كانوا تيجزموا على انه الاقتصاد الامريكي والاقتصاد العالمي غيدخل في حاله الانكماش في سنه 2023 الكل كان ينتظر على انه نسبه البطاله في الولايات المتحده ونسبه البطاله في الاتحاد الاوروبي كانت غتوصل أرقام قياسيه ولكن لا شيء من هذا حدث نسب البطاله في الولايات المتحده بقات عند 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 واحد المستوى منخفضة في حدود 3.5 إلى 4% نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الأوروبي ولكن في نفس الوقت نسب التضخم نزلت وهذا ما يصطلح عليه في عالم الاقتصاد كهذا الهبوط الناعم بحيث أنه كان من الصعب تخيل هذا السيناريو هذا اللي غنديروا نسب تضخم منخفضه نجيبوها من 10% الى 3% لحد الان في الولايات المتحده ونفس الشيء بالنسبه للاتحاد الاوروبي دون ان يتم دفع ثمن ديال هادل ديال هادل جلب نسبة التضخم عن طريق الانكماش الاقتصادي حتى انه بعض الخبراء تحدثوا على انه لا سبيل من غير انكماش اقتصادي من اجل جلب نسبه التضخم الى نسب متحكم فيها يعني انه نسب 3% او نسب اقل من 3% في النمو تبقى جد مشجعه بحكم الظروف ما نساوش ايضا انه هناك لا زالت هناك حرب قائمه في في اوروبا وتنعرفوا انه الفاعلين في هذه الحرب عندهم دور مركزي في الاسواق الاسواق العالميه خاصه في اسواق الطاقه واسواق واسواق الغذائيه يعني الصوره آه كما تنقولوا الارقام آه فهي كائنات جد هشه يمكن يمكن ان نقراوها مجموعه من المنظورات ولكن اللي نقدر نقول هو ان الاقتصاد العالمي بحكم جميع الصدمات اللي تعرض لها فابان عن, عن عن عن, صمود وابان عن عن عن, عن واحد الديناميكيه اللي 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 هذه واحد سنه او سنه 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 ونصف يعني عبد من خلال من خلال ما اشرتم اليه نرى ان الاقتصاد العالمي يتاثر اكثر ما اكثر فاكثر بالجغرافيا الاقتصاديه كما قلت فما هي التحديات التي يجب ان نتوقعها الان وفي المستقبل؟ لا وكما قلت الجوانب السياسيه اصبحت حاضرة وبقوة في الشأن الاقتصادي كانت كذلك على مد العقود الماضية ولكن الآن أصبح الجانب السياسي أو الجيوسياسي حاضر بقوة في إنشاء سياسة اقتصادية التي تتبع لهذه الدول والتي تجسد بعض الأهداف استراتيجيه التي تحاول الوصول اليها والمثال كاينين امثله جوج الامثله هو الحرب القائمه الان في اوروبا بين روسيا واوكرانيا التي مجموعه من الدول الاوروبيه اخذتها على محمل الجد من اجل انشاء اقتصادات التي يمكن من الالتزامات ديالها مع مع الاقتصاد مع الاقتصاد الروسي والاعتماد ديالها على الطاقه بحيث ان هذه الدول اتخذت واحد الطريق من اجل المضي قدما نحو انشاء اقتصاد غير مرتبط بالاقتصاد الروسي غير ديبوندون من من الامدادات الطاقيه الروسيه بحيث ان الاتحاد الاوروبي يمكن اتخاذ سياساته التي تلائم المبادئ ديالو بعيدا عن الضغوط التي ممكن ان يتعرض لها بحكم العلاقه ديالو الاقتصاديه مع روسيا نفس الشيء ولكن بواحد ال... بواحد, بواحد ال... النسبه اكثر هو العلاقه بالاقتصاد الاقتصاد الصيني والاقتصاد الامريكي بحيث انه امريكا خدات واحد القرار استراتيجي اللي هو بعيد عن 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 عن, عن السلطات او بعيد عن 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 الناس اللي بتحكمين في القرار السياسي الان في الولايات المتحده بحيث انه قرار استراتيجي هو ايضا بالاقتصاد الامريكي من جميع الضغوط اللي يمكن يتعرض لها او جميع انقل آه، كل الـ 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 المسائل اللي قدرت تاثر عليه على المدى الطويل بحيث انه الاقتصاد لاحظنا انه الاقتصاد الصيني في السنوات الماضيه وصل لواحد النسبه ديال التطور اللي بدات تبان على انه تهديد لي, 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 لي للسياسات الامريكيه على مجموعه من مجموعه من من القطاعات فكاينين هنا جوج قطاعات للولايات المتحده خداتهم قطاعات استراتيجيه اللي لابد منهم انه الولايات المتحده تعزز الحضور ديالها وتعزز التنافسيه ديالها على على المستوى العالمي الاول هو كل ما عنده علاقه بالرقاقات الالكترونيه كانت هناك واحد السياسه واضحه وطموحه بحيث ان الولايات المتحده تريد منع الصين من الوصول الى تكنولوجيات التي تمكنها من المضي قدما في مجموعه من القطاعات، الولايات المتحده يقولون انه هذه الرقاقات يمكن الاستعمال ديالها ايضا في الجوانب العسكريه، ولكن ايضا في الجوانب الاقتصاديه، يعني كانت واحد السياسه واضحه من اجل منع وصول الصين لهذه التكنولوجيا واللي ممكن أنه الولايات المتحدة تحقق فيها بعض النتائج الإيجابية بحكم أن الولايات المتحدة لا زالت قادرة على 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 ولا زالت عندها واحد, واحد التنافسية في كل ما خص هذه الرقاقات التي تتطلب آه واحد التكنولوجيا عالية اللي حقيقة الصين مازال ما, ما توصلتش لها في الشق الثاني هو هو الانتقال الطاقي والصناعات النظيفة في هذا القطاع أيضا الولايات المتحدة اتخذت بعض بعض القرارات الاستراتيجيه وضعت واحد السياسه من اجل التي تهدف الى تعزيز ايضا التنافسيه ديال الولايات المتحده في هذه القطاعات الشيء الوحيد الذي يشكل فارق مع مع السياسه الاولى هو انه في هذا في هذا القطاع الصين حققت واحد النتائج جد ملموسة في العشرية الأخيرة وأنها أصبحت لاعب لا محوري في الاقتصادات النظيفة من حيث, من حيث إنتاج إنتاج أو إنتاج مجموعة من المواد الأولية المهمة وال في في هذا في هذا الانتقال الطاقي يعني آه انه الاقتصاد العالمي مقبل لا ما نقولش مقبل ولكن سيتعامل مع هذه مع هذه التحديات، وهذه التجزئه ولا فراغمونطاسيون ديال الاقتصاد العالمي إلى تكتلين، تكتل واحد الأول الذي ينبني والذي يتمحور حول الاقتصاد الصيني، والتكتل الثاني الذي يتمحور على الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الصيني، وهذه السنة لاحظنا بوادر. هذه التجزئة تتبان في بعض القطاعات التي يعتبرها اللي الأوروبيين أو الولايات المتحدة كقطاعات استراتيجية فمثلا الاستثمارات في كل ما يخص الرقاقات الالكترونيه لاحظنا انه تدفق ديال الاستثمار للصين ما بقاش بنفس الزخم اللي كان عليه قبل بحيث انه ولو هذه الاستثمارات يتوجهوا لاوروبا الولايات المتحده او الحلفاء بالنسبه لهذه الدول هذا هو شيء اللي هاد سنة. الشيء اللي لاحظناه هذه السنه الشيء الثاني هو انه التجاره ايضا بدات بعض البوادر على انه التجاره تتقل واحد النسبه خفيفه بين مجموعه من الدول اللي عندها تقارب سياسي أي أنه تكتل الذي تتمحور حوله الولايات المتحدة أو من جهة، والتكتل الآخر آخر الذي يتمحور حوله. لاحظنا بعد بعد الانخفاض. في في التجاره هو من الصعب نوصلوا لهذا التجزئه الكليه بين هذا بين هذا الكتل الاقتصاديه ولكن ممكن على المدى الطويل انه العلاقات الاقتصاديه بين هذا بين هذا التكتلين تنخفض وتبقى محدوده في بعض المنتوجات اللي حسب هذه الدول لا تشكل تهديد الامن الاقتصادي ديالها وهذا هذا بلا شك غيكون عنده تاثير على الديناميكيه الاقتصاديه العالميه بحيث ان انه المعايير يقدر يختلفوا بين هذه الدول تحرك وتدفق رؤوس الاموال ايضا ممكن يتأثر وايضا تحرك اليد العامله ايضا ممكن يتأثر وهذا كله ما يمكن ما يمكن يكون عنده الا تاثير سلبي على على الانتاجيه وعلى النمو الاقتصادي العالمي طيب يعني هنا كنا نتحدث عن يعني تاثير يعني القوى العالميه بهذه الجغرافيا السياسيه ولكن كيف تفاعلت هذه التطورات على المستوى العالمي او على مستوى هذه الاقطاب الكبرى على الاقتصاد الوطني المغربي. هو الاقتصاد الوطني في 2023 تا ايضا كاينين جوج قراءات، قراءه تاريخيه من اجل المقارنه مع التطورات الاقتصادية الحالية مع ما حدث ما قبل جائحة كورونا وأيضا مقارنة مجالية مع مع تطورات على المستوى الإقليمي لمقارنة لا بيرفورمانس ديال ديال الاقتصاد المغربي مع بعض الدول التي نعتبرها في نفس مستوى تطور كمصر او تونس او 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 الاردن ففي سنه 2023 المغرب غيحقق واحد نسبه نمو اقل ايضا من 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 3% وهذا فيه تحسن مع مع السنه مقارنه بالسنه الماضيه بفضل انه السنه الفلاحيه نسبيا هذا العام كانت احسن من من السنه الماضيه ولكن يبقى انه المغرب في هذه السنه عرف مجموعه من الاحداث التي ممكن ان تلخص بطريقه او باخرى النتائج التي حققها الاقتصاد المغربي فاول شيء الاقتصاد المغربي كان 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 عنده مجموعه من 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 الموارد التي يجب تغطيتها من اجل المضي قدما في جميع الاصلاحات والورشات الكبرى اللي كانت مبنيه انه انه هذه السنه فمثلا في مارس 2023 كان هناك خروج للاسواق العالميه الدوليه وفي هذا الخروج المغرب حقق واحد النتيجه ايجابيه اللي نقدروا نقولوا بحيث انه تمكن رغم انه فقد ذاك الانفستمنت جريد ديالو هذه واحد آه سنتين تمكن انه من الخروج للاسواق العالميه ومن رفع ما يقارب 2.5 مليار دولار بواحد نسبه فائده اللي هي مرتفعه مع النسب اللي كانت شحال هذا ولكن تبقى جد معقوله بحكم انه نسب الفائده على المستوى العالمي ارتفعت دونك هذا مؤشر على انه المغرب لازال نظرة واحد النظره ايجابيه على المستوى الدولي ولا زالت المغرب تيشوفوه المستثمرين العالميين على انه مستقر رغم جميع هذه الصدمات والارهاصات ديال 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 الحروب في جميع مناطق العالم وهذا وهذه التجزئه الاقتصاديه اللي 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 تحدثنا اللي تحدثنا عليها المستوى الثاني هو انه المغرب ايضا تيحاول يجسد هذه النظره الايجابيه عن طريق مجموعه من الاتفاقيات اللي ربطها مع مع صندوق النقد الدولي بحيث انه في هذه السنه ايضا المغرب اه طلب وتم الموافقه على هذا الطلب من اجل الدخول لذاك اه لا لواحد لا اللين ديال ديال ليكيديتي اللي, اللي كان المغرب كان حصل عليها شحال هذا والان مر لواحد لالين لواحد ديال سيوله اكثر ليونه اللي سمحات ايضا انه المغرب تكون عنده بعض الموارد الماليه اللي يقدر يلجا لها في حال كانت مجموعه من الصدمات اللي يقدر يتأثر اللي تاثر عليه وتاثر على على ميزان الاداءات ديالو، دونك هذا ايضا شيء ايجابي اللي كرس هذه النظره الايجابيه التي ممكن أن أن أن, ان 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 تكون عند المغرب في في اعين المستثمرين الخارجيين. الشيء الثاني أيضا اللي ما يمكنش نتجاوزه والذي أيضا على الاقتصاد المغربي بنسبة بنسبة محدودة والكارثة الإنسانية اللي حدثت في منطقة في منطقة الحوز في 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 سبتمبر بحيث أنه في شهر سبتمبر لاحظنا كان أنه بعض التناقص في الـ في في لاكتيفيتي ديال ديال قطاع السياحه خاصه مدينه مراكش حيت كان بعد الانخفاض بالنسبه للسياح الاجانب شيء طبيعي ولكن بفعل بفعل مجموعه من الاجراءات اللي اتخذها المغرب وفعل الاصرار ديال دي السلطات المغربيه على تنظيم المؤتمرات الدوليه للنقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في شهر في شهر اكتوبر لاحظنا واحد القفزه نوعيه ايضا في السياحه وفي هاد في هاد السنة، في ما تم هاد في هاد السنة ممكن للمغرب أنه يحقق نتائج جد مبهرة على مستوى القطاع السياحي بحيث أنه المغرب يقدر يستطع أنه يعتبر نفسه من الدول التي نجحت في النهوض بالقطاع السياحي بعد الأزمة التي عرفها كورونا. بشكل عام القطاع الغير فلاحي تمكن من أنه يتجاوز نسبيا الأزمة ديال كورونا، يتجاوز هذه الصدمات على المستوى العالمي والحروب اللي سنعرفها ايضا في الشرق الاوسط بالنسبه للقطاع الفلاحي فاللي لاحظناه هو انه منذ 2015 الى حد الان نتائج القطاع الفلاحي ليست مشجعه لسبب وحيد هو انه الظروف المناخيه التي لا تساهم والتساقطات جد محدوده وتوالي سنوات الجفاف التي اثرت بشكل كبير، بحيث انه هذه السنه شفنا الـ شفنا الـ شفنا, الـ شفنا الـ 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 الوزير المكلف بهذا بقطاع الماء التي تحدث عن. واحد الحده واحد النقص حاد في التساقطات التي تجاوزت 67% وارتفاع نسب درجات الحراره اللي اضطرت على اللي بشكل قاطع على 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 القطاع على مردوديه القطاع الفلاحي في 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 هذه السنه ايضا بعض البوادر الايجابيه اللي ساعدت الاقتصاد المغربي على تجاوز هذه ال السنه الصعبه على المستوى العالمي وهو ايضا تحويلات ديال المغاربه الذين لا زالوا لا يثبتون على الارتباط ديالهم بالوطن والمساهمه ديالهم في اقتصاد الوطن بحيث انه في القطاع على المستوى العربي يعتبر المغرب من الدول التي اللي فيها اللي فيها هذه التحويلات تساهم بنسبه مهمه في الاقتصاد الوطني حيث انه هذه السنه ستتجاوز نسبه 8% من الاقتصاد من الاقتصاد المحلي وهذا ادى الى انه الوضعيه الماكرو اقتصاديه بقات متحكم فيها بحيث انه الدين لا زال في حدود 70% وما غاديش يتجاوز هذه النسبه ولو بنسبه طفيفه ممكن في السنوات القادمه ولكن لا زالت استدامه الديون العموميه متحكم فيها الاشكاليه ديال 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 ديال, ديال ميزان الاداءات هي ليست مطروحه بحيث انه الميزان التجاري او الميزان الجاري في هذه السنه ما غاديش يتجاوز 1.6% يعني انه تقدر تتم التغطيه ديالو دون اللجوء للموارد خاصه فقط عن طريق الاستثمارات يعني الوضعيه الاقتصاديه إلى شفناها بحد ذاتها لا زلنا بعاد على النسبه على النسب اللي كنا قبل جائحه كورونا ولكن الى قارناها وهنا غندي المقارنه مع بعض الدول الى قرنها مع الوضعيه الاقتصاديه في بعض الدول العربيه فالمغرب في وضعيه تسمح له باش انه يدير مجموعه من الاصلاحات الهيكليه وتتمكنوا من المضي قدما وتكون عنده واحد النظره استشرافيه لمجموعه من التحديات والاصلاحات والاوراش الكبرى التي يجب وضع اللبنات ديالها واللي يبدأ على مجموعه من الـ من الـ من الـ من الـ في مجموعه من القطاعات اللي ممكن نسترقوا لها من بعد. اوكي، إذا شكرا على هذه يعني النظرة البانورامية على الاقتصاد المغربي في عام 2023 رغم يعني التحديات الاقتصادية العالمية. ربما آخر سؤال قبل أن نختتم هذه الحلقة هي توقعاتكم يعني الاقتصاد العالمي والاقتصاد المغربي في السنة القادمة أول تحديات ستبقى على المستوى العالمي من أجل إيجاد واحد الصيغة التفاهم اللي غنقول بين الاقتصاد الصيني والاقتصاد الامريكي تحت على اللقاء اللي وقع بين 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 رؤساء الدولتين في نوفمبر كانوا ايضا زيارات من وفود رسميه عاليه المستوى من امريكا الى الصين لايجاد واحد صيغه تفاهم بين هذ الاقتصادين بحيث انه مفهوم انه ما يمكنش الولايات المتحده او الصين يتجزؤوا كل دوله تخدم في واحد التكتل في غنى على الاخرى هذا غير ممكن الرؤساء ديال الدول والمسؤولين تيعترفوا على انه يجب واحد ايجاد واحد واحد نطاق تفاهم بين هذه الدول لمصلحتها اولا ولمصلحه الاقتصاد العالمي فهذا بعض التحدي، كاين التحدي الاخر ديال التغير المناخي اللي ايضا يستدعي بعض التعاون على المستوى العالمي فايضا فتحثنا على انه الصين كلاعب محوري في الاقتصادات الخضراء لا يمكن لاي دوله على المستوى العالمي انها تمضي قدما في هذه السياسه من اجل الانتقال الطاقي دون اللجوء للموارد الصينيه فهذا ايضا بعض التحدي الذي يجب على الدول تجاوزه والذي يستدعي التعاون على المستوى الدولي والاشكاليه الثانيه اللي هي ديال التضخم اللي لا زالت مطروحه بالفعل لاحظنا انه التضخم نقص على المستوى العالمي وهذا اثر ايضا على المستوى المغربي حيث ما, ما تطرقش لهذا النقطه بحيث ان نسبه التضخم ايضا في المغرب تراجعت بحكم تراجع نسب نسب التضخم في الدول التي نتعامل معها تراجع ايضا الاسعار بعض المواد الاوليه على المستوى العالمي مقارنه بمنتصف سنه 2022 فهذا ايضا تحدي اللي من الممكن انه الدول نجح فيه من اجل جلب هذه النسبه التضخم النسب والاهداف التي مسطره من طرف البنوك المركزيه فهذه كلها مجموعه من التحديات التي يجب التعامل معها ببراغماتيكية وواقعية والتأثير ديالها على المستوى المغربي أيضا أنه المغرب في واحد الوضعية تسمح له أنه يرد هذه التحديات فرص من اجل المضي قدما فالاشكاليه الاولى المطروحه بالنسبه للمغرب هو الاشكاليه ديال ديال التغير المناخي وتاثير ديالها المباشر على القطاع الفلاحي والقطاعات الاخرى فاذا لاحظنا في قانون الماليه لهذا السنه الاشكاليه ديال التغير المناخي كانت اشكاليه هيكليه التي يجب التعامل معها عن طريق مجموعه من الاجراءات ك كالاستثمار في وحدات في وحدات وحدة تحلية المياه فهذا اختيار استراتيجي الذي اتخذه المغرب من أجل ضمان الوصول لهذه المادة الحيوية بالنسبة للاستهلاك العالمي وتنعرف أنه القطاع الفلاحي هو أكبر مستهلك لهذه الموارد المائية بنسبة تتجاوز 85 إلى 90% دونك خاصنا حلول هيكليه ايضا خاص كاينين حلول التي يجب التفكير فيها وعقلانات استعمال هذه الموارد عن طريق واحد السياسه ديال ديال ديال, ديال اعاده النظره في الاثمان التي يجب التي يتم تطبيقها خاصه بالنسبه للقطاع الفلاحي وهناك مجموعه من الخبراء اللي أعطوا مجموعه من التوصيات من اجل المضي قدما ايضا في هذا في هذا الاصلاح دونك كاين هذا التحدي التي يجب التعامل معه بطريقة هيكلية ليس فقط في 2024 ولكن في السنوات الماضية في السنوات القادمة وكاين أيضا هذا التحدي ديال التجزئة على المستوى العالمي اللي أنه المغرب بحكم العلاقات الاقتصادية التي تربطه بالاتحاد الأوروبي وأيضا بالولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن يجد لنفسه موطئ قدم على مستوى سلسلة القيم العالمية الخاصة بالاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد السيارات أو أو قطاع قطاع الطيران، فلاحظنا في السنوات الأخيرة ولا في الشهور الأخيرة كاين اهتمام كبير من طرف مجموعة من الشركات الآسيوية من الصين أو من كوريا للاستثمار في المغرب في قطاع السيارات الكهربائية، في قطاع البطاريات التي تعتمد على بعض الموارد وهذا تبين على أنه القرار اللي كانت تاخذه المغرب هذه سنوات ف... وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة عن طريق واحدة اتفاقيات تبادل التجار الحر اللي هنا مجموعة من الشكوك على تأثيرها الآن ممكن أنه يتم الاستغلال ديالها من أجل تعزيز الوضعية ديال الاقتصاد المغربي ك كفاعل اقتصادي مهم في اطار هذه سلسله القيم العالميه لي يتم اعاده التوزيع ديالها على المستوى العالمي فحتى انه الشركات الصينيه والشركات الكوريه تحاول ايجاد الموطئ قدم ديالها في هذه المنطقة من أجل تعزيز تنافسية ديالها والحضور ديالها في الاقتصاد الأوروبي، تعزيز التنافسية ديالها والحضور ديالها في السوق الأمريكية. فالمغرب بحكم أنه من الدول القلائل لم تكن الوحيدة اللي عندها اتفاقيات تجارة حرة في نفس الوقت مع الولايات المتحده ومع 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 الاتحاد الاوروبي ممكن لها ان تلعب دور مركزي في هذا في هذه القطاعات ايضا هناك اهتمام كبير من الشركات الاوروبيه لاستثمار في قطاع ديال الهيدروجين الاخضر وهذا لا يخفى عليك الاخت عفاف بانه كاين اهتمام والمغرب عنده واحد التنافسيه في هذا القطاع اللي تسمح ليه انه يجسد هذا الدور المحوري اللي يقدر يلعبه ونقطه التواصل بين افريقيا اوروبا والولايات المتحده حتى انه السياسات المغربيه في الاونه الاخيره تجسد هذا الدور المحوري وهذا الرابط اللي يمكن يلعبه بين جميع هذه المناطق الجغرافيه ف في الاسبوع المقبل كان هناك اجتماع جد مهم بين وزارة الخارجية المغربية ووزارة الخارجية مجموعة من الدول الساحل من أجل تجسيد هذه النظرة وتزيد هذه المبادرة اللي المغرب من اجل وضع المغرب وتجربة ديالو التجاريه والاقتصاديه وضع البنيه التحتيه ديالو المتطوره من اجل المساهمه في النهوض بالاقتصاد بالاقتصاد الافريقي كل هذه المبادرات اظن انه يمكن تجعل من المغرب واحد الفاعل اقتصادي مهم في السنوات القادمه وتجسد هذا الفرص التي من الممكن المغرب يتجاوزها تبقى انه التحدي الاهم تحدي الذي يمكن الذي يجب على المغرب تجاوزه هو الطاقه البشريه فتلاحظوا في الاونه الاخيره انه كاين مجموعه من من التقارير الوطنيه او الدوليه اللي تقول انه اذا كانت هناك نقطه ضعف بالنسبه للاقتصاد المغربي فتبقى العامل البشري بحيث انه لازال, لازال المدرسه المغربيه لازالت بعيدة عن تطلعات المجتمع المغربي وبعيدة عن تطلعات التي تفرض علينا في الآونة الأخيرة التي تفرض علينا التعامل مع هذه التحديات التي كيجلس فيها فرص ولكن فيها ايضا مجموعه من 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 التحديات هناك ايضا اشكاليه التي طرحها يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في عدم القدره على تحويل يعني الاستثمارات الخارجيه الى فرص الشغل في المغرب وهذا ايضا تحدي يعني يمكن أن هذا ايضا تحدي بحيث انه مجموعه من الاستثمارات كي قلت الأخت عفاف مجموعة من الاستثمارات لازالت لم 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 تخلق هذا الزخم في سوق في سوق الشغل المغربي وهذا أيضا مرتبط بالكفاءات المغربية التي أبانت عن 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 حنكتها ولكن لازالت لم تصل لهذا المستوى وهذا بفعل مجموعة من من التراكمات التاريخية عندها علاقة بسوق الشغل بحد ذاته وعندها علاقة بقطاع 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 التعليم ولكن تنظن أنه ما يمكن الا أن نكون اه 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 اوبتيميست بالنسبه بالنسبه للوطن ديالنا ولكن تبقى انه مجموعه من السياسات العموميه يجب تفعيلها وعلى راسها الـ الـ النهوض بقطاع 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 التعليمي في اذا شكرا شكرا سيد عبد العزيز على نظرتكم يعني الواقعيه ولكن ايضا التفاؤليه على يعني التحديات التي يواجهها المغرب في وسطها يعني هذا الاقتصاد العالمي يعني تقريبا المضطرب بفعل الجغرافية السياسية كما تطرقنا إليها نشكركم متابعينا على إخلاصكم لنا ونراكم في حلقة مقبلة في السنة القادمة إن شاء الله